مساء الخير، أحييكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الأولى من برنامج صوت الناس، وأستقبل النائب العميد شامل روكوز. مساء الخير جنرال. مساء الخير، يعطيك العافية. ولك كمان. مش عاجبك العهد، بدك تغير النظام وعم تدعي للثورة بعد ناقص الانقلاب. أول شيء تنقل لك مبروك البرنامج، إن شاء الله بيكون موفق. شكرا. مثل العادة يعني بصورة دائمة. مش عاجبني العهد، وهلأ أنا رح بيرك لك بعد شوي. تفضل. مش عاجبني العهد، لا، ما الموضوع منه عهد بقدر ما هو مسار ماشي فيه البلد، انه وصلنا للي وصلنا له اليوم هون. اكيد مش عاجبني اللي وصلنا له، بس المسار بيقود العهد، خاصة نتيجة الامال اللي كنت انا متأملها بانه وين نوصل من 2016 لهلا. خزلك ميشيل عون؟ لا، ما بدي اقول ميشيل عون، التركيبة السياسية الموجودة بالبلد ايه خزلتني. انت كنت مراهن غير على الرئيس العماد ميشيل عون؟ يعني كنت مراهن مثلا على سعد الحريري؟ لا صراحة مش تركيبي، بس وجود الجنرال عون على رأس الجمهورية كانت بيعني لي كتير، انه متأمل فيه كتير نتيجة في تاريخ، انه هذا التاريخ بده يتجسد بست سنين. هلا ست سنين انه صار رايح منهم ثلاثة وبعد ما لبوا لك رغبتك. لا اكيد. طيب، بمكان ما انت خائن بين مزدوجين، أنا شامل وشامل أنا، صار شامل بمكان آخر. المبادئ بتفرز مين خاين ومين بقي على مبادئه. أنا بعرف المبادئ تبعي وقت كنت بالمؤسسة العسكرية، والخطابات إذا بدك الأجواء اللي كنا عايشينها بالجيش بفترات الحروب اللي مرقت كلها سوا، حتى ما بعد الحروب بناء دولة ودولة القانون والمؤسسات، أنا بعرف حالي مش خاين، أنا ملتزم بشو؟ بالمبادئ اللي عشت عليها واللي مكملها هلا. فأذن في حدا غيرك خان؟ يدبروا حالهم. حالهم ولا حاله؟ يدبر حاله. حاله. ما مش موضوع هذا. طيب. مش عم بأيد عليهم انه مين عم بيحكي ومين ما بيحكي، ما بيعني لي حكيتهم، لأنه أنا مقتنع بتاريخي ومقتنع بحاضري ومكمل بالطريقة ذاتها اللي كنت. جنرال، أنت كنت مقتنع بحكيهم لحد 2018-2019، بعد هيك بطلت بقتنع بحكيهم، شو يلي صار؟ لا مش ما تاخذ هالقد بالموضوع يعني انا تركت الجيش وضليت يعني وقت اللي عملت اخر يوم كنت فيه بالمؤسسه العسكريه كان عندي خطاب بساحه الشهداء. نعم. وبقيت على هذا الخطاب اللي حكيته والتزامي انه انا سعيش تحت البدله بس بعدني مكمل بالمبادئ اللي انا عاش عليها بالمؤسسه العسكرية. شو اللي بيجبر غيرك اذا كان قائد عسكري يتخلى عن مبادئه؟ ليش؟ يمكن الظروف، يمكن بيبقى مكموش عليه شيء او عنده ظروف معينه تحكمه بالامور. مش عم بحكي عم تحكي بشكل عام. لا، عم بحكي عن رئيس الجمهوريه. لا، رئيس الجمهوريه انا ما قلت تخلى عن مبادئه، يعني هو عم بحاول بس بالنتيجه المحيط تبعه وصله للي وصله اليوم. مين يعني المحيط؟ المحيط كل شيء فيه مستشارين ومساعدين معقول صار مع الرئيس العماد ميشيل عون مستشارين هن بياخذوا قرار؟ يعني بالنتيجة في حكومات وتسويات وتوافقات صارت وصلت البلد للي وصلوا اليوم هون. بس امبارح النائب جبران، الوزير جبران باسيل بيقول احنا ما بنعمل تسويات، نحن بنعمل تفاهمات وهيدي خلصت. يعني التيار ما بيعمل تسويات، بيعمل تفاهمات، شو الفرق؟ التسويات يعني بتبقى عن تساوم. اللي صار شو، تسوية ولا تفاهم؟ لا صار تسويات. اوف، التيار الوطني الحر مبادئ ساوم على شو؟ انت ما تكبر الموضوع. التسويات صارت بالفتره اللي سبقت رئاسة الجمهوريه، صارت مع تيار المستقبل. نعم. صار في التفاهم مع القوات اللبنانيه وصار في عده تفاهمات. هودي كلهم غلط. نتائجهم كانت غلط. صح، يعني في اداره سيئه. صح. مين يعني بيتحمل مسؤوليه التسويات؟ تقول لك شغله، وقت اللي صارت التسويه مع تيار المستقبل صارت على عده اشياء. نعم. النتيجه وقت كانوا تمشي التسويه كانوا متفقين مع بعضهم على اشياء كيف يزبطوها تزبط ويمشي الحال، بعد نتفي يختلفوا على شغلة يوقف البلد كله. صح. هيدي التسوية يعني معناتها في اشي عم تتمرى احساب مصلحة الدولة احساب مصلحة الناس بيزبط. يعني بيكون في حدا خان المبادئ يلي وعد الناس على اساس انه واصل. هلا كيف ما تسمى بس بالنتيجة وصلنا البلد اللي وصله اليوم. طيب، واكيد التفاهم مع القوات اللبنانية كمان عمل مشاكل بين القوات والتيار. ما كان لازم التيار الوطني الحر يتفاهم مع القوات؟ انا بالمبدا بالشكل لا، انا ما كنت مع الموضوع لانه هيدي حرب كلفت كتير بالشكل ما بتطلع ما بتتظهر بالطريقه هيدي. بس شو كان لازم المضمون يصير؟ كمان اللي تبين بعدين انه كان اسوأ وكانه مقسمين الشغله
بين القوات والتيار، يعني الحصص المسيحية، وهذه شغلة كمان بعتد في مسيحية كتير. الموضوع ما لازم يتاخد شو لونه للشخص بقدر شو كفاءته. فإذا سمير جعجع وميشيل عون ما تصالحوا، عملوا محاصصة ما زبطت، بعدين فشلت التسوية. نعم؟ أنا عم بقول لك نعم، وضوح صح وكل الناس بيعرفوا. طيب بتعرف أنه تغيير النظام اللي حضرتك عم بطالب فيه ممكن يخدنا على حرب أهلية؟ تغيير النظام بالمعنى حددت النظام، نظام التسويات والزبائنية والمحاصصة، هذا هو النظام اللي عم بحكي عنه. طيب ممكن يخدنا حرب أهلية إذا بده يضل إذا وضع البلد تيكمل بده يضل قايم على التسويات والمحاصصات، يعني اللي وصلنا له بعتقد أضرب من حرب أهلية. طيب شو يعني كيف بدك تغير النظام؟ النظام فيه له أركانه، فيه له أساسه، فيه له أسس، وفيه له ناس متمسكين فيه من تغير عشرات النظام السنين. بمعنى ارجع لنظام القانون، دولة القانون والمؤسسات، هذا النظام اللي لازم ينمشي عليه، مش نظام كل واحد بياخذ حصته، كل واحد بيجيب زبوناته، كل واحد بيركب المؤسسات على طريقته هو. بركي بكره لما توصل على السلطة كمان تقول لي في ظروف، مثل ما غيرك قال في ظروف وما خلونا، حد تيجي تقول لي كمان ما قدرت ما خلوني، يعني في ظروف. يعني المفروض من ضمن تغيير نظام تغيير قانون الانتخاب المقسم على حصص، على اذا بدك عيسات الزعمات السياسية، تقدر الناس تحاسب. اليوم مين عم بحاسب؟ مجلس النواب ما بحاسب الحكومة لأنه كانت حكومات وحدة وطنية، الشعب ما قدر يحاسب النواب لأنه القانون اللي ركب عياساتهم. الحل بالتغيير منه كسر النظام، يعني وقت اللي حكينا بالثورة، نعم، هاي الثورة الوحيدة بالعالم اللي جاية تطبق القانون أو عم تحكي بتطبيق القانون والدستور. يعني مش زعلان بالثورة، بينما ثورات العالم كلها بتقلب القانون والدستور. طيب. نحن ثورتنا عادلة، يعني عادلة، مش 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 ثورة زعران. لا أكيد مش ثورة، هلا بيصير فيها زعرانات بمحلات معينة، بس أكيد منا ثورة زعران. شامل روكوز ضد القانون الانتخابي اللي على أساسه ترشح، صح؟ كيف بدك تعمل بالانتخابات اللي جاية؟ لأنه تقلك شغلة، أقل شيء فيك تحكي عن هاي القانون الانتخابي بالانتخابات اللي جاية، إذا ضل هو ذاته بده يكون نتائجه للمتمولين ولأصحاب النفوذ. يعني ما عندك حصة؟ لا الحمد لله ما عندي حصة ولا يعني حصت الناس. أنا مش حصت، يعني عم بتودع النيابة من هلأ؟ مش بكير؟ هلأ الناس بيقرروا، بس عم بتقول للمتمولين إذا موضوع الحصة والديمقراطية بيتوقف على الأموال وعلى رجال الأعمال وعلى جماعة السلطة، أكيد ما راح يكون لي حصة، بس إذا بيتوقف على الديمقراطية وعلى الطروحات وعلى دولة القانون والمؤسسات أكيد طرحي مختلف عن المجموعة. أي قانون انتخابي بدك إيه؟ قانون نسبي بس توزيع تقسيم الدوائر يكون اكبر من هيك نتفه، ويفتح مجال اكثر للناس تختار. يعني بدك اكثر من صوت تفضيلي في قسم ما رح يمشي معك بالبلد، انا اكيد وقالوها، بس في قسم على اساس ما رح يمشي بتقل حصته. مثلا خذ لي هال القانون مثلا بيقول لك الدائره الانتخابيه حدودها قضاءين ثلاثه او اربعه وصوت تفضيلي على القضاء، شو رايك فيها القانون؟ طيب رح تترشح بكسروان؟ بكسروان. مين حليفك بكسروان؟ شعب كسروان. وجبال؟ أكثر وأكثر. يعني القضاء أو القضائين؟ الدائرة. طيب الدائرة أو على المحافظة. فليكن. نعمة فريم حليفك؟ نعمة فريم صديق، بس الموضوع بعد ما انطرح هلا. بعد ما انطرح أنت وياه؟ طيب اللقاء يلي صار امبارح جمعكن كزنايب، قلت لك بدي بارك لك، عم اقول لك مبروك، بقدر اقول انه شامل روكوز رئيس تكتو الجديد؟ لا مش هون الموضوع، اللقاء اذا بدك مش بالتحديد، هو لقاء تشاور، انه تلاقينا عم نحكي بالامور المطروحه بمجلس النواب. بس كم نايب اجتمعتوا؟ خمسه، يمكن مرت الجايه نجتمع 10. اها، فاذا اتصلتوا بالكتائب من هالجمعه تينضموا لكم؟ لا نحن على تواصل دائما مع الشيخ سامي. الشيخ سامي تواصل ولا تنسيق؟ زميل حنكر شو؟ اها، وتواصل او تنسيق؟ انه وقت في زوم للتنسيق من ناس ما في شيء. بتبلشوا تنسقوا من جماعة الجي؟ مين عليه؟ انا عم اقول لك، قل لي لا. اوكي، الجمعة اللي بعدها. طيب، جنرال بسمي لك اياهم انا او بتسميهم يعني؟ بدنا سمي اللي بدك اياه. نائب بولا يعقوبيان معكم. فؤاد مخزومي. جان تالوزيان. نعمة فريم. ميشيل معوض. مشيل معوض صديق، انه على طول نتلاقى وقريبا بالتكتل. لا يعني ما بدي احكي اشياء خيفاني اوصل عليهم. ما صار، لا مش اوصل، بس انه ما نحكي مع بعضنا بعدين بنقرر، يعني بعد ما
منا صورة واضحة، ما بحكي عنها إلا تكون صورة ثابتة. إذا ركبت بس إنه بالنتيجة الزميل معوض صديق ومن فترة طويلة مش جديد. وإن شاء الله حليف. وميشيل ظاهر كمان الميشيلين بتحب، ما كنا بذات بتحب الاسم ميشيل يعني ما عم بتعود، عم بتعود عن ميشيل عون بميشيل ظاهر وميشيل لا لا عوض. ترك لي ميشيل عون، ميشيل عون ما بيتعود عنه، موضوع تاريخي وعائلي ما انه موضوع تعويض. لا بس بس مثل ما كاني سمعت انه الرئيس هلا بدك تقول لي اسم ميشيل محبب علي انه ما اها مشان هيك بحب يضل يستقبلك عائليا بس مش حابب يحكي معك سياسي الرئيس. مزبوط يعني كينا وقت لازم يتحكى بالنتيجة. هلأ في عنده هو بالرئيس الجمهوري وبالحكم هو عنده خياراته، بس أنا لقيت أنه هذه الأمور هلأ نية بالبلد مش راكبة، عندي في أشياء مختلفة. بيوافقك عشير رئيس عون؟ ليش ما بيوافقني؟ مثل شو؟ في أشياء كتير كان يوافقني عليها. بطل؟ لا أنه هلأ ما منا عم نحكي بالتفصيل بهودي. طيب جنرال على الأكلات بيوافقني عشو؟ نوعية الأكل بالسياسي ولا على الميدة؟ لا على الميدة. طيب جنرال ب 17 تموز دعيت إلى نزلي إلى ساحة الشهداء، شو بدك تطلق من هناك؟ أكيد بدي أحكي عن أنه كل واحد عنده ممكن يكون في عدة كلمات بالله، كل واحد بده يحكي أنه أنا بدي أحكي عن الأشياء اللي ما أقتنع فيها والرؤية اللي فيها أمل يعني وحلم. يعني أنا رغم كل الظرف الصعب اللي موجود هلأ بعدني متفائل بمستقبل البلد. ثورة فيرسيون 2، ثورة فيرسيون 2 إذا بدك. إيه شو مقوماتها؟ مين معك؟ مين راح يكون معك من النواب؟ ما بعرف، ما حكينا بالموضوع. نحن أساساً تتركوه لآخر دقيقة مشان العمليات الاستخباراتية ما تكون قبل الوطن. لا مش عمليات استخباراتية، أنا عندي كل شيء واضح وما لا بعمري اشتغلت مخابرات ولا بحبز الشغل المخابرات. عسكري عسكري ما بتعرف على المخابرات؟ بستعمل المخابرات مش اها راح تستعمله نهار ال 17 تموز مشان ما ما يعني ما هيك يأذوكم بين مزدوجين او يكونوا قاسيين عليكم. الجيش وقوى الامن الداخلي وانه يمكن بظروف معينه يكونوا مضطرين يضغطوا محل معين، بس هن بيضلوا الضمانه، نحن راح تضل ضمانتهم نحن كعسكر متعدين وكشعب لبناني. تركت ثورة 17 تشرين تتعمل ثورة شامل روكوز ب 17 تموز؟ لا بالعكس، استمرارية ل 17. مبادئ ثورة 17 تشرين هي المبادئ اللي كان نادي فيها جنرال عون من الأول. وأنا بهذا الموضوع إنه من الأول كنت بتمنى إنه يتبنوا هالمبادئ كلها لإعادة بناء الدولة بطريقة صحيحة. يعني مش ناقص إلا تقول له وينك يا جنرال؟ وينك من هالمبادئ اللي مزبوط كنت؟ مزبوط مزبوط. هذه إنه حتى وقتها 17 قلت هذه المبادئ مبادئنا. إنه شغلة طبيعية نكون بنشين ومكملين مع هالمبادئ. طيب. منا شغلة غريبة. لا علي ولا على الجنرال عون. 17 تموز. ماتت بخطابه الثاني اللي عمله من بعد صح الثورة حكي عن صح الموضوع. صح. ب 17 تموز تطلق ثورة فيرسيون 2 أو يعني الصفحة الثانية. شو بدك تقول ب 18؟ لوين بدك تاخذ البلد ب 18؟ يعني في اشياء كثير بنحكيها هلا فيها نق اذا بدك، انه ليش هيك وليش هيك وليش عم بيصير هيك. نحن كيف بنشوف البلد للمستقبل؟ هذا هو الخطاب اللي بدنا نحكي فيه من هلا وطالع. طيب على الارض شو رح تعمل؟ من بعد 17 تموز بساحه الشهداء ب 18 غير ايام رح تستمر الثوره؟ رح تنزل على الطرقات؟ رح تسكر طرقات جنرال؟ لا ابدا تسكير طرقات. لا شو بتعمل هيدي الثوره؟ ما بيطلع منها شيء. لا بتعمل اشياء كثيره وقت الشعب كله بيتحرك. الموضوع ما انه موضوع تسكير طرقات، مراهن على الشعب. يعني انا ايه اكيد مراهن على الشعب ومكتر. وليك من 17 تشرين لليوم ما طلع له شيء جنرال؟ هلا انت يعني ده صار له 8 اشهر بيكون صار له 18 تموز اللي هن من 17 تشرين لليوم ذكرى الشهر الثامن. اوكي اوكي. الثورات بتاخذ وقت يعني بالنتيجه التغيير ما انه هالقد هين. انت نازل تصور على العهد وعلى المنظومة الحاكمة؟ نازل صور على السلطة الحاكمة مش على العهد. أنا بالنتيجة السلطة هي بإيد الحكومة بلبنان، ما أنا بإيد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية وقت اللي بيحضروا، بس اللي بيتحاسب هي الحكومة ما أنه رئيس الجمهورية. ليش أنت بتعتقد أنه اليوم قدر تفصل بين رئيس الجمهورية والحكومة؟ هي أكيد. كيف؟ وقت اللي بسقط الحكومة بسقط رئيس الجمهورية. بتكون سقطت له الحكومة اللي اعتبرها انه هيدي حكومة جاي تشتغل؟ لا نحن بتكون سقطت له ايده اليمين. نشوف انه في حكومة مختلفة جدا عن هاي الحكومة الموجودة، ممكن تكون ايده اليمين وممكن تبلش بعملية انقاذ البلد. لا مش مزبوط. بدكم تحددوا له مين ايده اليمين لرئيس الجمهورية؟ لا مش هنحدد له بالنتيجة، ما عندنا رأي نحن.
ومين قال لك انه هذه ايده اليمين اللي مرتاح فيها؟ مش مرتاح رئيس الجمهوريه بالحكومه؟ ما بعرف اذا مرتاح، اذا وصلت لنتيجه انه هاي النتيجه اللي بحب يوصلها. انا اكيد لا. ليه؟ عملت 97% الحكومه من برنامجها. هذا حسب راي رئيس الحكومه، بس مش حسب راي الشعب اللبناني. برايك قد ايه عملت؟ وغضبه وفقره وتعتيره. قد ايه عملت برايك الحكومه؟ اذا عملت 97% من فقر الشعب اللبناني. اه يعني 3 يعني عملت 3%. سجلت لها انجاز لانه بالماضي تعيينات. اذا بدك تعيينات، شو بها التعيينات جنرال؟ مصمين على بعضهم مزبطين. مين؟ كل اللي موجودين بالحكومه. وبعدك بتقول لي انه شو دخل رئيس الجمهوريه؟ ما رئيس الجمهوريه جزء من التركيبه اللي حاكمه. عم بقول لك انه هاي التعيينات انه مقسم على بعضهم، يعني تسويات. لأنك فتحت موضوع التعيينات، التعيينات المالية اللي صارت هي تعيينات محاصصة؟ ايه اكيد. التشكيلة؟ هلا خليني اقول شغلة، يعني مش معناتها اذا قلنا محاصصة يعني معناتها كل الناس انه بالحصة ما بيسوا. هلا في ناس عندهم كفاءتهم وفي ناس اجوا على ظهر البيعة مثل ما بيقولوا. تعرف حدا اجى على ظهر البيعة بالاسم؟ ما بدي اسمي اسامي. طيب. فاذا احتراما للناس. طيب بالتعيينات المالية عم تقول صار في محاصصة، بالتشكيلات القضائية هيدي وصمة عار ولا حق للرئيس؟ يعني في زاوية معينة انه مجلس قضاء الاعلى معين من قبل. معين بالحصة مجلس قضاء الاعلى. اوكي. بالنتيجة هن اختاروا التعيينات تكون موضوعي. نعم. بس اذا انا بتسألني كيف لازم تمشي التعيينات، بقول لك انه التعيينات القضائية مفروض تكون محصورة بمجلس قضاء الاعلى. مثل ما بيعملها مجلس قضاء الاعلى مفروض تمشي التعيينات لازم القضائية. تنبت. بس اكيد انه بده يكون في قانون مثل القانون اللي عم بينبعث هلا بمجلس النواب، بشكل مجلس قضاء الاعلى يكون جاي انتخابيا مش جاي بتعيينات سياسيه، لانه اللي بده يجي بتعيينات سياسيه بده يراعي سياسيا، بده يعطي البدل. طيب تشكيلات ما في يكون ناكر لجميل، مع انه انا قلتها وبرجع بقولها، اللي بيتعين مفروض يكون ناكر لجميل تقدر يشتغل شغلته باخلاص. فاذا ما غلط المجلس الاعلى القضاء؟ ما نكر جميل. كيف ما نكر جميل؟ اه في صار في سياسه اكيد. شو صار في سياسه؟ مخبيه حدا هيدا الشيء اللي خلى الرئيس ما يوقع. بالمبدا انا مع كل شيء بيطلع من مجلس قضاء اعلى منتخب حسب القانون اللي عم نناقشه هلا، مجلس النواب اللي انا ماضي عليه، انه يكون تعيينات قضائيه كلها مثل ما بتطلع من مجلس قضاء الاعلى. طيب. بمجلس النواب امبارح، بس هلا بعد في هاي الاشكاليه بهالموضوع، امبارح بمجلس النواب من جمعتين اقريتوا اليه للتعيينات، اليوم طعن فيها الرئيس. انتم بتعملوا قوانين بمجلس النواب غير دستوريه؟ انا لا مش غير دستوريه، انا ما اقتنع انه لازم يكون في اليه للتعيينات. مش الوزير، مع انه الطائف عطى الدستور عطى الوزير صلاحيات بوزارته، بس مفروض يكون في معايير معينه يلتزم فيها. اذا كانت المعايير انه يتنقى ثلاثه حسب السفيات تبعهم من الوزير ويطرحهم على مجلس الوزراء، شو المشكله؟ مش الخيار بيكون افضل من انه يعين هو واحد؟ صار هيك امبارح بتعيينات مجلس الكهرباء. ما حكينا شيء. منيحه لقيتها منيحه؟ لا ممكن ما بعرفهم بالشخص، يعني بعرف ما شفت فيها محاصصه. بعرف كرايدي بمنطقه جبال، بعرف انه كثير منيح. كثير منيح. ما شفت انه فيها محاصصه؟ يعني من بعد ما نزل الوزير جبران باسيل عند الرئيس بري، مجلس إدارة الكهرباء لبنان مشي حاله. أكيد فيها محاصصة، بس ممكن يكونوا حسب السفيات طبعاً، وحسب أنه كل واحد طرح ثلاث أسامي لكل مركز، ممكن يكون الاسم اللي اختاروه اسم جيد. جيد بالشكل، شكله أنه بس المهم النتيجة، لكن بدها تشتغل شركة الكهرباء هون الموضوع. إذا بكرة المجلس الدستوري طعن بالقانون اللي أنتوا أقريتوه بمجلس نواب كنواب بما يتعلق بآلية التعيينات، شو بيكون موقفك من المجلس الدستوري؟ ملتزم بالأساس. أنا ضد أنه ما يكون في آلية للتعيينات، بس إذا المؤسسة الدستورية عطيت حكمة هيك بنلتزم فيها. جنرال ألان بيفاني بطل أو فاشل؟ لا أنا بالنسبة لي ألان بيفاني باللي حكي بطل، لأنه هي الحقيقة. هل أني نام على الحقيقة فترة أنه هذه مزبوط، هذه فيها كثير علامات. ألان بيفاني بطل؟ ما كان لازم نام على الحقيقة. بطل ما لقى حدا يوقف حده؟ تقلك شغلة، أكيد ما رح يوقفوا حده. كل التركيبة ريك بكلها. ما رح توقفوا حده؟ مع بعضها. أنا مين قالك؟ لا مين؟ أنا ما قلت رح ما رح يوقف حده. يعني فل... اليوم في عندك معادلتين بهالموضوع. الحكومة طرحت شيء بشكل أنه تحمل المسؤولية بكل شيء صار لمصرف لبنان وللمصارف. نعم. والطريقة اللي اشتغلت فيها هذه الطرح اللي انطرح،
وكأنه بده يضرب النظام المصرفي. أوكي. وله تبعات كتير كبيرة بالنسبة للبنان. النظام المصرفي لبنان كان موضوع أساسي وركيزة أساسية بالحياة. وبدهم ينقذوا المودعين. هذه بس كمان الطرح اللي طرحوه من جهة المصارف والمصرف المركزي هي لجنة خاصة ب كمان طرح كارثي بشكل بدهم يعوموا المصارف على ظهر أصحاب الودايع وعلى ظهر أصول الدولة. أول شيء أصحاب الودايع ما بقى يقدروا يتحملوا يعوموا المصارف على حسابهم. وصول الدولة منا بس لأصحاب الودايع ولأصحاب المصارف، وصول الدولة لكل الشعب اللبناني اللي في منه فوق المليونين نسمة ما عندهم ودايع أساسا. طيب. ولا عندهم أموال. هودي بدك تحملهم هن يرجعوا ينقذوا المصارف على حسابهم هن أصول من أصول الدولة. أصول الدولة ملك الشعب اللبناني، ما في نتصرف فيها عزوان. بس كيف تروح على المصارف بتقول لهم خسايركم هالقد قبل ما تحكي معهم؟ كيف تروح على مصرف لبنان بتقول له خسايرك هالقد ما بتحكي معه؟ كيف لا طريقة؟ مش عنقول ما بحكي معه، بدك تلاقي شغله بين اثنين، نحافظ على المصارف ورسمله المصارف عن جديد بطريقه مختلفه، باموال مختلفه، بمصادر مختلفه. بالوقت ذاته ما فينا نمشي كمان نضرب المصارف على طريقه الحكومه بشكل انه تضرب المصارف وتعوم خمس مصارف جاي جديد انه تكون نهيتها وديكي. يعني اذا كانوا ال 31 مليار او ال 20 مليار يلي بتملكهم المصارف اليوم عمليا مش قادرين يكفوا، اذا فتحنا مصارف براس مال مليار رح يكفي الاقتصاد اللبناني؟ يعني وكمان عم بقول لك بدهم يجيبوا خمس مصارف حسب خطه الحكومه. طيب. ليضربوا المصارف هوديك. اوكي. وهذه شغله منا. فاذا كيف بتوصفوا بطل اذا كان فيها هالقد افخاخ او في سعرات؟ على الاشياء اللي حكيها واللي صارت قبل. مثل شو؟ كل المسار المالي اللي صار قبل. يعني اليوم بس تحكي بمجلس مجلس مركزي تابع لمصرف لبنان كانوا يحضروا كلهم سوا، هو واحد منهم. واحد منهم. بس انا بحمل المسؤوليه اكثر مش لألام بفاني. لمين؟ لمفوض الحكومه بالمصرف بالمجلس المركزي، لانه هو كان يعطي تقريره كله لوزير الماليه، ووزير الماليه اكيد مفروض يكون عم يحط الحكومه فيها. فاذا من هيك نحن متجهين اكثر ومصرين اكثر على التدقيق المالي. ممكن يجي من شركه دوليه ويوضح هذه الامور كلها اللي صارت بالسابق. بس شكل قصه التدقيق المالي فيها اخذ وعطاء، لانه كثير خطره فيها اخذ وعطاء. هي اللي عم بقول لك. مين اللي خايفين من التدقيق المالي؟ كلهم خايفين. مين كلهم؟ كل شيء في زعماء سياسي يسمي اللي بدك اياه. انا رح سمي، انت قل لي ايه ولا لا. كل اللي بالسلطه بدون ما رؤساء يعني. الكتل النيابيه جميعا خايفين من التدقيق المالي؟ بالنسبه معينه اللي ما فات على زواريب وزارة المالية ومصرف لبنان أكيد بده يكون خايف. وزارة المال كانت مع حركة أمل من فترة طويلة، كانت مع تيار المستقبل. مزبوط. صح؟ يعني هود اثنين مسؤولين، حركة أمل وتيار المستقبل. أكيد كانوا وزارة المالية معهم. أها. غيرهم مش مسؤول؟ يعني مجلس النواب اللي كان يقرر الموازنات والحكومة اللي كانت تعمل موازنات وصدق عليها مجلس النواب، هم مش مسؤولين؟ مجلس النواب كان يقرر موازنات حكومة وحدة وطنية. يعني كلهم موجودين بالحكومة والنتيجة انت عم ترفع ايده او توطي ايد، او اذا عارض الموازنات يعارضها اربع خمس نواب يعني. طيب. فاذا التدقيق المالي اليوم كلهم خايفين منه. هذه ضرورة وطنية. اذا التدقيق المالي مش بس بمصرف لبنان، بكل المؤسسات اللي عليها علامات استفهام بالفساد. وين عندك علامات استفهام؟ عندي علامات استفهام بوزارة الطاقة. أه. عندي علامات استفهام بوزارة الاتصالات. بالوزارة ولا بالوزير كمان؟ هلا انا ما بدي احكي بالشخصي، انا مش بالشخصي، بس الوزاره في عليها وصف في يعني. مشاكل. ايه في مشاكل طويله عريضه. انه فيك تقول وزاره الطاقه، وزاره الاتصالات، وزاره التربيه كمان. هلا اغلب الوزارات انه فيهم كلهم علينا علامات. فاذا بلد كله بده تدقيق. هودي قصتهم فاضحه لانه كلفوا الدوله كثير. خذ مثلا وزاره الاتصالات، هلا خلص قصه الشركات. كانت المشكله الكبيره قايمه انه رد الشركات للدوله. رد الشركات للدوله هلا. ردوها للدوله بطريقة محاصصة. بين مين ومين؟ بين أصحاب الحصص. أصحاب الحصص هني ذاتهم يلي بيعينوا بالمال، بيعينوا بالكهرباء، بيعينوا بالاتصالات. بس كانت ركبت جنرال، شو القصة؟ ما يراكب اللي سمون عن الشارعه هلا متفقين. مش الحال، بس تليفونات ما في، يعني الخطوط كل مقوعة. الناس هلا متفقين إلا الناس، إلا الشعب. هلا قصة كرول أنت إنعتك؟ لا مش إنعتني، لأنه كل الشركات عندها علاقة بكل دول العالم، كل شركات تدي انه هذا منه. والFTI اللي جاي محل كرول اذا اجت ما عندها علاقه، ما عندها مكاتب اسرائيل. ما هي مش شركه تدقيق، هي شركه استشارات.
مثلا كمان يعني بكره بركه بدهم يستشيروه، بكره بيطلع تقرير ما بيطلع انه هذا استشاري مش ملزم، بده يكون نحن عم نفتش على الشركه ما تطلع تقرير او تطلع تقرير على غب الطلب. طيب اذا كان في هالقد ضرر من مساله يعني التدقيق المالي، طيب نحن رايحين على نقطه حساسه اخرى جنرال بحديثنا، الحدود. مين ما بده يسكر الحدود؟ مين لازم يسكر الحدود؟ الجيش. اوكي لازم الجيش يسكر الحدود، بس بده قرار من السلطه السياسيه. السلطه السياسيه عطيت قرار والجيش لازم يسكر الحدود. ليش ما عم يسكر الحدود؟ انا عم بسال العميد شامل روكوز. انا عم تقول المنطقه تبع الجيش في سكر الحدود. ليش ما بيسكر الحدود؟ بدك تشوف شو عم بيضغطوا عليه. مين؟ اكيد السلطه السياسيه. ليش؟ بكره بسال هيدي الجيش بقول لك ليش، لانه في مصالح معينه بدها تكون عم تمرق من هال. حزب الله يرفض اقفال كل المعابر، صح او خطا؟ ما صار المعابر غير الشرعيه. ما صرح، انا خليني اقول الامور مثل ما هي. نعم. اللي سمعته صرح نائب الامين العام حزب الله انه تتسكر المعابر كلها سوا وما عندهم مشكله يعني بالموضوع، لازم تسكر المعابر كلها سوا. فاذا خلصت ليه ما بتتسكر المعابر؟ بكره بيسال ايدي الجيش، لازم تسكر المعابر وهون مسؤوليه مجلس الوزراء. بدك تسال قائد الجيش؟ اكيد. ليش انت هلا مش عارف الجواب؟ يعني جنرال ما بدي فوت بقصة الجيش وكتر يعني الموضوع، بس انا بالنسبه لي انه الحدود لازم تسكر كلها سوا لانه مصدر تهريب. طيب. وخاصه بالعمليات الصعبه وبالمصلحه الوطنيه عم تضرب الناس بصميم حياتهم. انا رح اعطيك جواب، انت بس اللي اذا صح ولا لا. نطلب من قياده الجيش او من الجيش اقفال الحدود تحت الطاوله، من قلو لا لا طول بالك مش كلهم، صح ولا لا؟ هلا شيء بتخصه هو يعني. لا مش هيك بتصير الامور. هلا بالنتيجه في ثغره معينه تبع تسكر الحدود بطريقه صحيحه. هلا في محلات انا بقول لك انه عاملين بنى تحتيه للتهريب بشكل انه غريب عجيب يعني. كيف يعني؟ شو الساحات اللي كنت عم تحكي عنها جنرال انه التهريب مراقب؟ مثلا في ساحات لعرض البضائع، وين هي؟ منطقه وادي خالد. اها شو بيصير؟ يعني في ساحات من المالتين ببدلوا بضائع او ببيعوا بضائع، بياخذوا بضائع. في حتى محلات انه في هودي ساطر يعني تهربوا فيها المازوت والبنزين تحت الارض. تحت الارض عبر الحدود. قبل كانوا يهربوا من هونيك لهون، هلا صاروا علوها من هون، صاروا يستعملوها يهربوا من هون لهون. وما حدا شايف؟ ما حدا شايف ولا ما حدا بده يشوف؟ يعني عم بيصير غض نظر على هذا الموضوع. ليش ما عملت مؤتمر صحفي خبرتنا عن هالامور؟ جاي وقت. شو بدك تقول فيه للمؤتمر الصحفي؟ بنقول الامور محل ما هي. يعني التهريب ساحات مشان تبادل البضائع. هلا كله بسموه تهريب. كله تهريب. طيب كيف بدك لبنان ياخذ مصاري من صندوق النقد الدولي ومساله التهريب اللي هي مطلوبه من صندوق النقد مش قادرين نضبطها؟ كل الامور اللي نحن عم نعملها، مثلا خذ فكره الهيئه المنظمه. نعم. او تعديل القانون. او اساس التهريب او اساس التهرب او كل التركيبه اللي بتخلي البلد يعني كليحة إصلاحية يمشي بطريقة صحيحة. كله هيدا عن جرب نحن نحتال عليه وكأنه بدنا نضحك على صندوق النقد الدولي. ما فينا نضحك على صندوق النقد الدولي. وشو عم نعمل؟ عم نشتري وقت؟ عم نحكي حكي إنه بالنتيجة نحن بحاجة لأموال صعبة، بحاجة لصندوق النقد الدولي تعطيك الختم اللي الدول بتصير تعطيك من خلاله الأموال سيارة. اللي نحن بحاجة إلى واللي ما ممكن يتحسن وضعنا الاقتصادي الا من خلال هذا المسار. منروح على الشرق. اي شرق؟ الصين، روسيا، سوريا، ايران، العراق، شو رايك؟ الصين مثلا بتمرق وبتقدر تساندك اذا انت ما عندك ختم صندوق النقد الدولي. ما في جربوا. لا لا ما بتساعد. طيب جنرال بعد عندي سؤالين اخيرين. اليوم انت هالحكومه مش قنعتك اساسا، ما اعطيت الثقه واليوم مش قنعتك. اذا استقالت هيدي الحكومه بتصوت لسعد الحريري رئيس لحكومه جديده؟ انا بصوت لحكومه جديده كلها تكون مستقله. سعد الحريري مش مستقل، عنده كتله. عم بقول لك فاذا ما بتصوت لسعد الحريري انا بجيب حكومه تكون كلها مستقله، عندهم كفاءات، عندهم قدرات، عندهم خبرات، يعني مختبرين مش يجوا يختبروا فينا. بالوقت ذاته عندهم بشخصيتهم الشجاعه الكافيه لاخذ القرارات، مش يكونوا مرتبطين كل شغله بدهم يدقوا ويسالوا اذا بياخذ القرار ولا لا. حكومه كلها متجانسه تاخذ قرارات. من وين بدك تجيبها يا جنرال؟ اللبنانيه منتشرين بكل العالم، عاملين انجازات طويله عريضه. هودي ما عندهم انتماءات سياسيه؟
ما خص إذا واحد عنده مزاج سياسي، بس إنه المهم شخصيته هو، والمهم اللي جاي مش هنا. يعني عمليا ما بتقدر تصوت لسعد الحريري؟ لا، بدي حكومة مستقلة. حكومة مستقلة. عندك شخصية براسك سنية ممكن تصوت لها؟ هلا ما في مشكلة إذا كنت بتريح سعد الحريري. ما فهمت. ما في مشكلة إذا الشخصية السنية القوية بتكون تريح السنة بشكل عام، إنه هذا هو موضوع كرئيس حكومة. ما بتتبنى مثلا فؤاد مخزومي معك بالتكتل الجديد أو بال شخصية مرتبة؟ بس نحن مشان نحكي على حدا هلا، مشان نحكي بأسامي. طيب، جنرال البلد عم يركب، كل شيء عم يزبط، عم تتركب الأمور تمشي شوي بشوي. هذا حسب رأيي. ما تفوتوا بين الرئيس بري والوزير جبران باسيل؟ نحن كنا نفوت بالخير. كيف؟ كنا نفوت بالخير، ما كان مش عم فوت بالشر بالموضوع. شو قصدك يعني؟ ما انه انتو كنتوا تصالحون هلا ما رح تخلفون؟ وقت كان في توترات كنا نحن ندعي انه يكون في تقارب اذا بدك، او في احترام اكثر. فاذا حاسس الرئيس بري انه بدكم تخربوها؟ هيك رايك؟ هيدا الاستنتاج؟ لا بالعكس، الله يديم الوفاء. لا ما في مشكله. متفقين؟ ولا الله يديم الوفاء، انا عم بطلب. اوكي، قصدك الله يديم النعمة المحاصصة إذا بدك، ما هو كله بيمشي على الحصة هون. بآخر حديث للبطريرك الراعي نهار الأحد كان في كلام جدا مهم بيطلب فيه أنه من رئيس الجمهورية العمل على فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر. لبنان فقد قراره الحر، نعم أم لا؟ بنسبة كبيرة نعم. مين أخذ له قراره؟ كل التركيبة اللي كان، التركيبة المحيطة ولا محيطة بمين؟ بالرئيس؟ يعني إذا بدك، ما مش المحيطة بالرئيس، ما فينا نقول لبنان فقد قراره بالتركيبة المحيطة بالرئيس. ممكن تغلط هيدي، بس اليوم عندك الظروف الإقليمية أكيد ضاغطة علينا بشكل واسم. لبنان بيفقد قوته إذا فقد حياده، صح ولا لا؟ بتأثر كتير على قرار الحر إذا فقد حياده. بس نحن فاقدين حيادنا، مشان هيك ما في قرار حر. في تأثير، ما هي اللي عم لك. إذا نحن ما عنا قرار حر بنسبة معينة، بنسبة كبيرة. شكرا لك العميد شامر لوكس في الحلقة الأولى. شكرا. إذا مشاهدينا، شكرا لكم على المتابعة. اللقاء يتجدد الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 6. إلى اللقاء.